نرجع مشاهدينا لمتابعة فقرتنا ونوصل هلأ لجريدة اليوم. بيصرنا نستضيف على باستوديوهات اجندا اليوم اكيد بالاو تي في المهندس غياس بستاني. اهلا وسهلا فيك، صباح الخير. اهلا فيكم. يعني بس بدنا نقول انه والدك الله يرحمه المؤرخ اللبناني الكبير فؤاد فرام البستاني، هذا الاسم لوحده بكفي. تسلم. شو الفرق بين غياس وغياس؟ كنا عم نحكي تحت الهواء بس نشرح للناس. هي اساسا غياس، غياس ما فيها شده. إيه؟ غياس يعني هي جاي من غوص. غوص الشتاء. غوص الشتاء. غياس يعني اللي بيجيب الشتاء، وعند العرب اللي بيجيب الشتاء بالتشبيه بيكون كانه المخلص بالنسبه لهم. يعني هيدي يلا منيح. بنرجع نحن وياك للواقع اليوم، خاصه اللي شهدناه بسوريا بالساعات الماضيه. قرعة طبول الحرب، وما بعرف اذا صرنا بحرب. نعم. او لا، او انها رساله فقط لغير. هلا في مش انا مع الامريكان، ما بتعرفي يعني الامريكان بتطقري، يعني احنا تبعنا من برا، يعني تبعنا مثلا بالعراق. أه. بلشت قصه نووي ويكون في محادثات مع صدام حسين ويروحوا ويجوا، بتقول انت ما راح يصير شيء. فجاه صار. هلا ما بعرف ترامب اذا هو بذات الخط يعني. ترامب بيقولوا عنه انه ما حدا بيعرف شو بده. نعم. حدا بيعرف شو بده، شو عم بخطط، بس اكيد في مؤسسه وراه، يعني هي اللي بتقرر. اداره امريكيه تقصي. بس انه هالقصه صارت ضرب وكيماوي، ذكرنا شوي اذا بدك بالسجع تبع كيماوي ونووي، يعني بترجع بتفكر بتحط بتقول معقوله يصير شيء، معقوله يرجع تتطور. اكيد القضيه بسوريا طويله. طيب المسيحيين او المسيحيون لوين بهالمرحله؟ المسيحيون هلا بتقول انه الوضع تغير، يعني المسيحيه بعد ما اجى هلا بفكروا انه نحن عم نحكي هيك بتطالع وبالنازل وناخذ، بس واقعيا وصول العماد عون على الرئاسه بلبنان بهالوضع، انا ما بعتقد بس عنايه الهيه، بس في دعم دولي. يعني في حدا اليوم بيعطي قوه لهالمسيحيه الشرق، هو ما يعني كل العالم، حتى بيقولوا انه البابا فرانسيس حكي ما بعرف لاي زعيم عربي او اوروبي انه وجود الجنرال عون بيعطي زخم لوجود المسيحيه بهالشرق. وهذا صرنا منتظرينه. هلا في عده خطوات بده يعملها في خيمه الرئيس، من قانون انتخابي، من كذا، ليقدر يرجع يعزز هال، لانه هي فرصه تمرق، ما بتمرق دائما بهالوضع. يعني هي فرصه صارت لنا هلا ولازم نفعلها، يعني لازم الشعب اللبناني كله مش بس المسيحي يقتطف هالفرصة، لأنه اللي عم بيعملوه اليوم إن كان القانون الانتخابي طارحه الرئيس جبران باسيل أو التقسيمات اللي عم تنطرح، هيدي مش لصالح المسيحية بس، هي لصالح لبنان إذا بده نكمل بالمشاركة بهالبلد. نعم. لأنه إذا بتحس حالك أنت منك ضمن المشاركة ما في بلد. يعني إذا بتلخص هالأسبوع مثل ما بقولوا الأسبوع الألام، الأسبوع الحاسم في تاريخ الإنسانية. أنا بالنسبة لي أسبوع هذا الأسبوع القانون الانتخابي أسبوع الحاسم بتاريخ ديمقراطية لبنان. هذا في آلام وبنهاية تقية، في أيام نحن في آلام، أكيد في آلام هالأسبوع، بس أنا بقول لازم هالآلام يعطي أيام للبنان. اليوم بنعرف، اليوم بنعرف. خلينا نروح لعناوين الصحف يلي يعني اليوم صدرت بدون الضربة الأمريكية على سوريا، لأنه كانت فجر اليوم صدرت كانت الصحف وطبعت. بنرجع لشوية أخبار من امبارح. النهار عنونت واشنطن تقرع طبول الحرب في سوريا ومناقشات تفصيلية للخيارات العسكرية الأمريكية في سوريا. أكيد خيارات كانت واضحة، ترامب يجب أن يحصل شيء مع الأسد بعد الهجوم الكيميائي، هيدا كان التهديد وإجا ما حصل حققه. بس هون عم نشوفه بالصورة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته على لدى وصولهم لبالم بيتش بفلوريدا. أو لك عم يتنزهوا؟ ما بيمنع، أكيد عم يتنزهوا. يعني في يعني نحن بعيد كتير عن التفكير الانساني، يعني اذا بدك تحكي من جميع النواحي، ما عم بدافع عن حدا انا، بس انسانيا
بطل فيه. فيه يمكن البابا فرانسيس الوحيد اللي بفكر الإنسان. مع الأسف. مع الأسف. صرنا بالإنسان كتير بعيد عن الإنسان. مزرعية الأيادي النظيفة في المجلس والتمديد الخميس المقبل مع علامة استفهام أكيد. استطلاعان للرأي يظهران تقلص صدارة ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. اللي صار امبارح بالمجلس النيابي جلسة المناقشة اللي تستهل اليوم بعد الظهر الساعة 4 كانت ختمت، يعني كانت في رتابة، كان في مطالعة قانونية من النائب فتوش، وإذ بآخر ختام هو عم بيرفع الجلسة الرئيس بري صار هيدا الاشتباك الكلامي بين الرئيس السنيورة والنائب الموسوي. شو بتوصف هيدا المشهد اللي شفناه؟ بوصف انه غسيل يعني شيء مزري للشعب اللبناني يشوف ممثلينه بهيك عم بيغسلوا بعضهم يعني على الهوى وعلى وكمان شيء منيح لانه بتعرف النوايا، يعني الشعب بيعرف النوايا ولوين رايحين. فساد مستشري وين ما كان وما وصلنا اليه السنيورة ما بده مين يحكي فيه. ما يعني الفساد مستشري وين ما كان ضروري يبرئ يعني لا. حاله لانه معروف كل شيء وعلى مين صار كل القصص. يعني في شيء بده ينفضح، يعني ما فيك تضلك نايم على القصه لانه هيدي القصه بتضلها على طول مثل شو بسموا شوكه معاويه، مثل بدها ترجع كل ما يصير في شيء بده ترجع تهب كل ما النوايا كل ما يختلفوا بين بعضهم على الغنيمه او على كذا بده يطلع واحد يقول للثاني هاي القصه صارت وكذا. للاسف انه ما في محاسبه والأساس أن الشعب لازم يحاسب. ليش عم نحكي نحن عن قانون؟ بدنا قانون ليطلع نواب يحاسبوا. صحيح. يعني لأنا حس حالي بأمن بهالبلد وعندي استمرارية وعندي مستقبل. يعني اليوم ما عندك مستقبل بهالبلد، ما في مستقبل، في عم بتعيش مثل بالانتظار وبتتأمل وغب الطلب وبالانتظار وبتنطر وتنطر وتنطر. اليوم ما في، اليوم بدك تلاقي قانون يمثلك يا خيي. صحيح. وللأسف مقصمين نحن على الطوائف، يعني فيك تنقل أنت فئة رابعة من وزارة لوزارة إلا ما يتدخل كلمين بالطائفة تاني ما في. بدك نحن طوائف، إذا بدك إياها أحزاب بدك إياها مش في بقطعة قيمة اليوم للطوائف. وقت نوصل على العلمانية مروا على النسبية الكاملة ما في مشكلة، بس اليوم في طائفية والقانون اللي انطرح اليوم من رئيس جبران باسيل هو أكتر قانون اليوم غشيل الأرثوذكسي على جنب، أكتر قانون اليوم بيعطي صحة التمثيل. هلا أفضل عند المعظم أفضل قانون شو هو؟ أفضل قانون أنا بالنسبة لي الوان وين من فوت بهالوضع الحالي. بالتيار الوطني الحر. اعتمد بالتيار، اعتمد معنا بالمرحلة الأولى. هذا القانون اليوم إذا بدك مش إنه الدائرة الفردية، الدائرة الفردية يمكن صعب إنه صلى، بس وان وين وان فوت. خلي هالشعب، إذا أنا هي رأيي، إذا ما بدهم هالقانون روح على الوان وان فوت، خلي هالشعب ينقي. إن شاء الله يكون عندك 8 نواب، أنت بتنقي واحد بالليحة، وإن شاء الله بالبطرون يكون عندك نيبان بتنقي واحد. نعم. بتكون أول شيء في عدالة بينك وبين ابن البطرون وبينك بين ابن بعلبك عنده 10 أو 12 نايب بالدائرة تبعه، نقي واحد وبيطلع على الأكثرية كل واحد يطلع. هيدا القانون إذا بدك اللا طائفي ويلي بيمثل أكتر شيء لبنانية. نعم. بس عم نحب أكتر من واحد هون. لا عم بحكي نحن العادلة. العادلة هلا بإطار إنه. عم بحكي العادل، يعني قانون العادل هيك والأحسن ينجح. صحيح. بصحيفة الأخبار، ترحيل قانون الانتخاب إلى الحكومة يهدد بتوسيع الانقسام. الأخ الأكبر يراقبنا. صورة معبرة جدا. أنا بيقولوا إنه في مخابرات داخلية وعم تراقب كل الاتصالات من قلب وجيرو بقلب صفحة بين صفحة 4 و6 بصحيفة الأخبار. من تابع صحيفة الجمهورية تعنون بدورها الحزب يحمل إلى عون صيغة جديدة، وبالصورة من لقاء الرئيس عون بالبطريرك الراعي بقصر بعبدة داعي لحضور الدسعيس عيد الفصح ببكركي. صحيح. وأيضا نتابع بعناوين المقالات الداخلية بالصفحة 4 واشنطن وحزب الله ماذا بعد التهديد، التيار محشور بالنسبية هل يترشح باسيل، طرح هالسؤال الجمهورية بالصفحة 5 وأكيد في تفاصيل أكثر. وأيضا مجلس الأمن يواصل مشاوراته بشأن سوريا وينتظر روسيا. بالرياضة بايرن للثأر من دورتموند من كلاسيكو أو في كلاسيكو ألمانيا. في كلاسيكو ألمانيا. نتابع مع المستقبل.
مستقبل العنوانة المساءلة النيابية، الحكومة تستعرض إنجازاتها وتبحث قانون الانتخاب الاثنين، الحريري للجم الأسد، تراجع أوباما كان جريمة، وأيضا في العناوين ترامب يدرس خيارات عسكرية ضد النظام، مثل ما قلنا هيدا عناوين من امبارح الفجر اليوم، يعني قبل ما صارت الضربة من البحر المتوسط على مطار الشعيرات قرب حمص. أكلت الضربة الصحف لأنه الأخبار بتكون شوي قديمة بسبب هذا المستجد. اتفاق أولي بين بغداد وأربيل على استفتاء انفصال كردستان. ونتابع مع العناوين في صحيفة البلد. البرلمان يسائل الحكومة والفراغ يسابق التمديد، وهاللقطة من أجواء جلسة امبارح على هامش الصباحية، الجلسة الصباحية، وأيضا بعناوين المقالات الداخلية يعني مش واضح المكتوب احلى من الاصل، مش من عندنا. دمشق ترفض الاتهامات الغربية، ومجلس الامن يضاعف جهوده، الجيش العراقي يسيطر على حي اليرموك. نتابع مع صحيفة الانوار. السعودية، قبل بدنا نروح للأنوار، السعودية هلأ في بيان لها صادر تعلن تأييد الكامل لقصف الأهداف العسكرية بسوريا. بالأنوار، الاعتراض على طرح مشروع الانتخاب للتصويت في مجلس الوزراء، مأساة سوري فقد عائلته و22 شخصا من أهله في غارة الكيماوي. وأيضا في عناوين الأنوار، أمريكا لا تستبعد الخيار العسكري في سوريا، ومهرجان القبعات في سباق الخيول ببريطانيا. ليك هالقبعة تلبق لحدا هي شمسية بالمقلوب. قبل ما نتابع نحن وياك الجرايد، نرجع لك استاذ غياس. اليوم المسيحية بالشرق إلى أين بعد اللي عم نشوفه؟ المسيحية بدنا نقول إلى تقلص، لأنه تاريخيا كنا منتشرين وين ما كان بالشرق. اليوم نتأمل أنه هالمسيحي يضل محافظ على أرضه بالقليل الموجود. يعني إذا بنقدر نرد قسم من الفل، وأنا بشك أنه يرجع كتير منهم، إلا إذا صار في كيان ببلادهم يرجع يشدهم لهالبلاد. هلأ وضع لبنان مثل وضع الشرق، يعني وضع المناطق بعد الحرب الأهلية، إذا بدك تسميها حرب السنتين لما نقول أهلية، صار في نزوح، وبذات البلد وبعد 10 كيلومتر نزحوا من ميل لميل. قد ايه رجع منهم؟ مع انه بعدهم اكثريتهم، اذا بدنا نحكي 50% من اللي نزحوا بقيوا بلبنان، بس نزحوا من منطقه لمنطقه. ما رجع كثير من هال 50% اللي بقوا، من ال 50 اللي هاجر ما عم نحكي عنهم. لهودي اللي بده يرجعوا ال 50%، ما بدهم انفراستركتور معنويه، يعني مش انفراستركتور بنقول مدارس وبس، هو مدارس بدك جو يطمئن هالمسيحي ليرجع على منطقته. الجو المطمئن بيخلقوه كل الطوائف المحيطة بها، وضمن قانون، ما منقول عايش مشترك، ضمن قانون بيحترم الذات، يعني بيحترم، بيعطي احترام ومعنويات للمسيحي ليرجع يكون بمساواة الأفرقاء الموجودين وكانوا بذات المنطقة معه. يعني لا بده المسيحي يطغي على الموجود، ولا بده يكون مكسور. يعني وقت اللي بتشوف انت الدولة كيف مركبة بالمناطق يلي صار فيها نزوح، لنحكي عن نزوح، بتلاقي المنطقة ناقصة، اذا بدك موظفين مسيحية ناقصة، فهمت يعني ما بدك انت مش بس الحجر، بدك البشر، بدك البشر، والبشر اللي بيحافظوا على الحاجة. اول شيء بتبلش بالادارات الرسميه، لانه الاداره الرسميه هذا معيشه، نشتغل بطرابلس او اشتغل ببيروت او اشتغل بالشوف، ما معيشه ماشي. واذا كان ابن الشوف بترده لفوق وبتقول له يا خي اقعد فوق، ترجع بتبني شيء يعيش هالشعب فوق. هلا في كتير اراضي زراعيه حلوه كتير فوق، كلهم عم تستثمروها، وهلا رجعوا المسيحيه، اذا بتقول إذا ما نشبه من 10 سنين لليوم، رجع كثير من المسيحية وعايشين بأحلى عيشة فوق، في شوية احترام، بس بدهم هن بعد بوش. هالبوش بيخلقوا مثلا قانون انتخابي مش ضد حدا، قانون انتخابي بعيد تمثيلك الطبيعي.
طبيعي لهالمنطقة لتقدر أنت تكفي هالعيش أنت وأفريقائك الموجودين فيها. هلا المسيح شو صار؟ في الأزمة السكنية والأزمة المالية فادت كتير، طلعوا صاروا لأنه اللي قاعد ببيروت أجاره صار أغلى، صار بيستأجر بالمنطقة، صار يعني وطرقاتها حلوة كتير يعني، من يعني أنت الشعب اللي عايش معه فوق كتير بيئي إذا بدك ومطور مثلك مثله، يعني فيك تعمل جنة، يعني فيك تعمل جنة بالشوف. ليه؟ بالثقة. كل المناطق رجعت بين قضائي شوفوا علي؟ مش كل، أكتريتها رجعت على الورقة والقلم، على الورقة، و 90% 99% منها رجعت على الورقة والقلم. ما عم بقول لك في بعد شغلة واحدة صغيرة، في مصالحات ما تمت بعد، في مصالحات ما تمت، وفي مصالحات آخر واحدة تبع بريح تمت، بس تمت في مصالحات على الورق، على الورق تمت، بس إنه مش حدا، ما حدا منع حدا يطلع كون أكيد، بس ما بدك ثقة، بدك مش هيك، بدك هالمسيح يحس حاله إنه طالع صح. أنا استثمر فوق صح. مش طالع أعمل ويك إند وانزل، مش طالع مثلاً يعني مش طالع اللي عنده رترات بيطلع، مش رترات طالع أعمل سياحة وانزل لا مش طالع، أنت طالع تشتغل في فرص على أرضك وعبيتك، وفي فرص عمل يعني في فرص عمل في 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 منطقة سياحية بامتياز، يعني منا عاطل يعني بس بدها شوية ثقة ليها المسيحي يرجع يخطط ليقدر للمستقبل بالمنطقة. نعم. مش لأن بيتي موجود أنا بطلع بصيف فيه بخليه يهر وبرجع وقتها بيهرب البيت، وقتها بهر البيت ولادي ما رح يرجعوا، في عقلية هيك لا بتعرف تعمر بيت، وعم بصير عمار، وفي كتير شباب كتير ناشطين شباب فوق بالمنطقة وعايشين بالمنطقة عندهم انتماء، وعندهم انتماء. المهم نعيش بالمنطقة صح. المهم الواحد يعيش منطقة هذا يعني. نرجع لعناوين صحف إلى الشرق. برأس الصفحة عون لا هوادة في ملاحقة المخلين ولا مناطق خارجة عن السلطة، أيضا نعم. في العناوين الحريري نحن في سباق مع المهل ولا مفر من قانون جديد، عراضة المناقشات حدود النفط والغاز كسرت الروتين، ترامب يفكر في عمل عسكري ضد سوريا فكر وخلص ونفذ الضربة، إضراب واعتصام القطاع العام ومراكز الضمان، طريق الحرير مثل ما عم نشوف بالحريري بتوسط من اليمين رئيس الغرف العربية كبريتي والقصار ورئيس غرفة طريق الحرير، وأيضا بانكرياس صناعي لأطفال السكري، والتفاصيل بالصفحة 15 لفتني كتير هالعنوان، أكيد بشرة سارة إذا فينا نقول للأطفال المصابين. نتابع مع الديار تراجع الوطني الحر عن وعوده الانتخابية فتوعد المستقبل بالانتقام، خبث التيار الأزرق يضع البرتقالي أمام خيارات أحلاها مر، حزب الله يبلغ ثوابته اليوم لا مختلط دون الموافقة على ملاحظاتنا، أجواء إبلاغ موقف حزب الله بالمبدأ شو هي بعض الملاحظات من دون الرفض التام على ما يبدو. هلا أنا ما مش مطلع على الكواليس يعني شو عم بتصير بالقصة، بس حسب ما عم تابع الأخبار صحيح. الأجواء إنه اليوم عطوا ملاحظات الحزب طبيعي لفخامة الرئيس بده يعطوا اليوم ملاحظات. هلا أنا بعتقد فخامة الرئيس هو اللي بده يطرح القانون، وبعتقد شو يعني هالعلاقة القديمة الحلف القديم إذا بدك التفاهم الصاير، ما معقولة قانون انتخابي بيعطي التمثيل بيرجع برد التمثيل شوي للبلد على الأطراف كلها رح يعرضها حزب الله، لأنه اليوم ما هو الرئيس صار رئيس جمهورية لبنان وبده يأسس للبنان المستقبل، يعني مش اليوم إذا خدنا الانتخابات اليوم يمكن التيار الوطني الحر يحصد أكثرية المقاعد المسيحية اليوم بوجود التحالف مع القوات، بس اليوم في عندك مستقبل، اليوم هالمستقبل نحن رايحين بكرة أولادنا، وهل عدم الكفاءات بالوجود المسيحي والانتشار الإسلامي ما بدك ترجع تتركب الطائف الدستور، الرئيس حامي الدستور يعني بده يطبق الدستور. قبل ما نتابع المرصد السوري عم بيقول انه هناك مقتل 4 عسكريين ودمار شبه كامل في قاعده أشعيرات في سوريا بحمص بالغاره او بالضربات اللي صارت صاروخيه اللي صارت فجر اليوم. منتابع مع عناوين الديار. مشادة حامية ابرزها بين السنيوره والموسوي، كنعان لانشاء محكمه خاصه
للجرائم المالية. يمكن هيدي الصحيفة الوحيدة اللي حكي عن اللي صار بين السنيورة والموسوي. غريب. البستاني بحث مع عون موضوع مستشفى دير القمر الحكومة ومقتل جندي إسرائيلي دهسا إصابة المنفذ ومداهمات واعتقالات. وتيلرسون هو وزير الخارجية الأمريكي المطلوب دحر داعش أولا وليس الأسد المعلم. التحقيق يبدأ من دمشق وليس من أنقرة. ونتابع مع صحيفة البناء آخر الصحف اللي مقرأ عناوينها لصباح هذا اليوم. وزير الدفاع الأمريكي يضع الخيار العسكري ضد سوريا على الطاولة. تجاذبات في مجلس الأمن حول مشروعين فرنسي وروسي للتحقيق. جلسة السنيورة والموسوي. والحريري يعد بتولي الحكومة قانون الانتخاب. ونروح للصفحات الأخيرة بالصحف صادرة اليوم والكاريكاتور اليوم من صحيفة البناء. هذا سبب المصايب أرب أويل. النفط سبب المصايب. بالكاريكاتور اليوم بصحيفة الشرق بيان بطرس حرب. هالمسرحية كأني حضرة من قبل. عم بيقول السنيورة بري مع بطرس حرب. لا عم بيقولها الحريري. الحريري عفوا. وطبعا في النائب فتوش ونائب اللي وراه مش واضح المعالم. مش واضح المعالم مزبوط. بس انه بصحيفة الجمهورية أنطوان غانم عن النازحين من الشقيقة كوشنير لبنان نموذج. مزبوط. لبناني حامل أولاد النازحين أختها النموذج مع الأسف. يعني ما بدنا نكون نموذج. ما بنحب نكون نموذج. أربعة خمسة بالنهار اليوم بصفحة الأخيرة قانون الانتخاب والخيارات المطروحة مثل ما عم نشوف النواب عم بيصوتوا للتصويت. يعني أول خيار عدد قليل كتير. العدد بيكبر على الفراغ. ثلاثة للتوافق. أربعة تمديد لك الكثافة. كثافة كبيرة يعني للأسف. للأسف. معظمه رح يتغير للأسف. هذا الوضع اللي وصلنا له اليوم. أستاذ غياس أهلا وسهلا فيك. مرسي كتير. غياس بستاني المهندس أهلا وسهلا فيك. مهندس وناشط سياسي أكيد وتتعاطى بالشأن العام. نعم. بس بدي أقول شغلي للمهندسين الطيار وللحلفة وكل المهندسين يشرفوا بكرة على النقابة لأنه في عنا انتخابات نقيب وأعضاء بكرة وعنا مرشحين بالطيار. مهندس بول نجم وفادي حنا وجان بيير جابر بكرة السبت. أي ساعة؟ ابتداء يكونوا من ابتداء من الساعة 9 للساعة 6 بكرة برقابة المهندسين. أكيد الأجواء مرتاحة. بس ما فينا نقول مرتاحة. كل واحد هتطلع النتيجة. هتطلع النتيجة. بس كل واحد مطلوب منه صديق وحليف ومين ما كان يكون. هيدي وجبات المهندس ينزل على نقابته ويصوت ليحسن ليطور لكذا. هذا بس أنا النداء الأخير. أكيد بتمنى التوفيق للجميع خاصة مرشحي التيار والمعركة بكرة. فإذا بكرة من الصبح للساعة 6 حين إقفال الصناديق عند الساعة 6 المساء. وأكيد أوتيفي رح تتابع هذا الموضوع. شكرا لك. هلأ رح نروح لفاصل ثالث ومنتابع احنا وياكم أجندة اليوم.